الزمان 2013، المكان باكستان، برنامج باكستان آيدل. بنص كل طوابير المشتركين اللي واقفين حتى يعني يوصلون حلمهم ويوصلون صوتهم للجنة التحكيم اللي راح تحقق لهم حلم النجومية أخيرا ويوصلون صوتهم لكل باكستان، لفت كل المصورين وكل المشتركين مشتركة وحدة بجمالها وبملابسها الأنيقة وكعبها العالي ودلعها، كان جاذب كل الأنظار إلها. كيا نامي أبكا؟ بينكي؟ كنديل بلوج. كنديل بلوج. دخلت للجنة التحكيم وبدأت تقدم نفسها على أنه هي موديل عارضة أزياء وأنه اسمها قنديل بلوش. كل شيء كان يوعد بهواية ويبشر بنجمة قادمة لحد ما بدأت قنديل تغني. بالحقيقة قنديل ما كان صوتها حلو مثل شكلها، وأصلاً ما كان عندها أي صوت، فطبعاً أثارت سخرية كل لجنة التحكيم اللي ضحكوا عليها وسخروا من عندها، وبعدها طلعت من البرنامج وهي مرفوضة تماماً من كل اللجنة، وطلعت وهي زعلانة وتبكي. بس الرفض هذا ما كان نهاية القصة بالنسبة لقنديل، هو بالحقيقة كان بداية قصتها. بعد عرض حلقتها اشتعلت مواقع التواصل باكستان باسم قنديل بلوش، الكل بدأ يشارك المقطع من مشاركتها بالبرنامج ويسخرون أو يضحكون أو يتغزلون بجمالها ودلعها. كون أن المقطع كان مثير للسخرية، كان أكو كثير من الناس اللي كانت تتنمر، وناس ثانيين كانوا لا كلش معجبين ويحسون أنه دمها خفيف وممكن تنجح إذا مثلت أو سوت شيء ثاني غير الغناء. بهذا اليوم صارت قنديل من الشخصيات الأكثر بحثاً بباكستان، يعني من أكثر الشخصيات اللي انكتب اسمهم بالسيرج أو بمؤشرات البحث. فطبعاً حساباتها على مواقع السوشيال ميديا بدأت تشتعل وتفور بالمتابعين وبالمعجبين، لدرجة أنها صارت حتى أشهر وحسابها أقوى من البرنامج والفائز بالبرنامج نفسهم. ومن هناك بدأت قصة حزينة أغرب من الخيال، عنوانها الشهرة تحدي العادات ونهايتها جريمة بشعة وحكم أبشع. أني ساري حسام وهسه 12:30. مساء الخير من جديد، فرحان كلش انه رجعتوا حتى تشوفون فيديو جديد وقصة جديدة بقناتي. اليوم الفيديو كلش مميز واخذ مني وقت كلش طويل كوني انه بحثت بالمصادر الرئيسية، لانه اكو بعض المصادر ناقلة هاي القصة لكن اكتشفت انه ناقليها بشكل مو صحيح، فرحت على المصادر الرئيسية الباكستانية وترجمتها، يعني حتى اقدر اجيب لكم القصة الحقيقية القنديل بلوش. يمكن هواية سامعين باسمها، ويعني هي واحدة من اشهر الفاشينيستات واشهر المشاهير السوشيال ميديا باكستان، واللي الجريمة اللي صارت لها يعني من اشهر الجرائم يمكن بالعشر سنوات الأخيرة. في اليوم راح أحكي لكم هواية تفاصيل عن هاي الجريمة، لكن أطلب من عندكم طلب واحد، أتمنى ما أشوف بالتعليقات أحكام على الناس، وأتمنى ما حد يخلي نفسه حكم على بشر، لأنه من صدق أنا أكره الحكي بهاي القضايا اللي من هذا النوع صاير بسبب هاي التعليقات اللي من صدق تزعجني، تحسسني إنه عايشين إحنا بغابة، يعني من صدق ما لكم علاقة ببساطة. وطبعا رغم كل هذا الحكي هم راح نشوف هاي التعليقات تستاهل، لكن أتمنى من صدق أنه إحنا ما نحكم على البشر، مجرد بس نسمع القصة نأخذ منها العبرة ونعيش ونخلي غيرنا يعيش. المهم ما طول عليكم هواية، جيبوا شي تاكلوه أو تشربوه وخلنا نبلش بقصة اليوم، لأنها راح تكون قصة كلش مثيرة للاهتمام ومن القصص اللي راح تظل عالقة بذاكرتكم مثل ما أني ظلت عالقة بذاكرتي. خلينا نتعرف بالبداية على بطلة قصتنا. انولدت قنديل يوم 1/3 سنة 90 بمنطقة شبه قروية أو ريفية اسمها ديرة غازي خان باكستان. كان عندها 6 أخوان و6 أخوات، هي كانت سابعتهم. أبوها كان اسمه محمد عظيم وكان ينحدر من عائلة بلوش باكستان، وأمها كان اسمها أنور بيبي، وأبوها وأمها اثنيناتهم كانوا يشتغلون مزارعين، يعني عندهم حقل ويزرعون به ويحصدون ومن هاي الأمور. وأيضا بنفس الوقت أمها كانت تشتغل بالحياكة، كانت تحوك ويعني تطرز، وحتى بس يعني حتى بس يحصلون قوت يومهم. كانت حالتهم المادية طبعا جدا تعبانة، وعايشين ببيت كلش صغير بغرفتين، رغم هم يعني 15 نفر بالبيت. قنديل
اسمها الحقيقي هو فوزية، يعني قنديل هو اسمها الفني، لكن احنا راح نمشي القصة على انه هي قنديل. المهم فوزية او قنديل من هي وصغيرة كانت تقول لأخواتها انه أنا بيوم من الايام راح اصير فد شيء الكل راح يحكي بيه. كانت تكتب حتى بدفاترها مال المدرسة انه أنا راح يكون اسمي قنديل، حتى مختارتها من زمان، وراح اكون موديل ومغنية وفنانة كلش معروفة. طبعا هذا الكلام بمجتمع منغلق كلش مثل باكستان، هو مثل يعني ما يش ده تحكي ده تغرد، اكيد هاي احلام طفولة. لكن قنديل كانت ماخذة الموضوع بجدية وتقول انه بيوم من الايام راح تتغير كل حياتهم هاي مال فقر، راح يتغير كل العيشة اللي هم عايشيها، وراح تنقل نفسها واهلها لمستوى ثاني. ما كانت قنديل تعرف انه هذا الطموح بيوم من الايام راح يقتلها. قنديل كانت تدرس بالمدرسة رغم أنه أبوها كان يعني معارض فكرة دراسة البنات، تعرفون العقليات عندهم يعني حيل منغلقين، فكانوا يعني أبوهم عنده أنه البنات ما يدرسون، يقعدون بس بالبيت والولد هم اللي يدرسون، لأنه أمها أصرت أنه لا لازم بناتي يتعلمون حتى لو يعني بس المرحلة الابتدائية وخلص وراها يقعدون بالبيت. فبالفعل تعلمت وبدت تروح للمدرسة، وبنفس الوقت كانت تشتغل بالحقل اللي يشتغلون به أمها وأبوها، كانت تحصد وتزرع وكل شيء بهذا الحقل اللي يشتغلون به أهلها. ولما بدت شوية تكبر يعني تصير مراهقة، بدت أيضا تشتغل مضيفة بحافلة، احنا بالعراق نسميها سكن، فيعني شايفين اللي تاخذ الفلوس من الناس اللي صاعدين أو تساعد انه ترتب قاعدتهم، يعني مضيفة بحافلة. من صار عمر قنديل 17 سنة بدأت تصير بنية كلش حلوة، وبدأت يعني يبين عليها معالم الجمال والدلع، يعني من هي وشابة صغيرة كانت مختلفة عن أخواتها، تحب تاخذ صور، تحب تخلي مكياج. فهنا أمها وأبوها قرروا أنهم يقعدوها من المدرسة، مو بس هيجي، أمها قررت أنها تزوجها، جابت لها واحد من أقاربها يعني أقارب الأم، وخلتها أنه خلص أنه هذا راح يكون زوجك، وأجبروها على هاي الزواج. طبعا اضطرت وهي بعمر 17 سنة بس أنها تتزوج من هذا الشخص سنة 2008، ويعني مشت بالبداية الحياة تمام، صار عندها ولد من عنده، لكن بعدها بدأ يعنفها، مو يعنفها، كان بالحقيقة يعذبها. يعني بعد فترة لما تم يعني تغسيل جثتها اكتشفوا انه اكو اثار جقاير مطفية بجسمها. لهالدرجة هذا الانسان كان يعذب قنديل، فطبعا المشاكل كلش زادت بينهم لدرجة ان هي خلص بعد ما قدرت انها تتحمله او تطيقه، وبعد سنتين من هذا الزواج تركتها ورجعت يم اهلها. وطبعا تم الانفصال بينهم، لكن اخذ ابنها من عندها وما خلاها تشوفه بعد ابدا. حياة قنديل كانت كلش تعيسة ببيت اهلها، كونها مو بس بنية بهيجي مجتمع، ايضا كانت بنية مطلقة، فمستحيل تطلعين، مستحيل تطبين، كل شيء كان يعني بحساب، لحد ما اخيرا اكتشفت متنفسها، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كانت متنفس فوزية أو قنديل الوحيد، سوى طبعا حساب باسم هي اختارتها لنفسها، اسم قنديل بلوش، وبدت من هناك تنشر صور إلها شوية شوية على السوشيال ميديا، لكن كانت شايفة أنه يعني مدى يصير تفاعل كافي، مدى يجوها عدد متابعين كافي، يعني ببساطة مدى تشتهر. فبدت تفكر أنها شلون ممكن تسوي لنفسها شهرة أكثر، فبدت تفكر أنها تصير مغنية. وبالفعل سنة 2013 مثل ما حكيت لكم بالمقدمة راحت واشتركت ببرنامج كان بهذاك الوقت كلش يعني معروف وإلى متابعين بباكستان، وطبعا مثل هنا احنا مين عندنا عرب ايدل، اراك ايدل، هسه سعودي ايدل، كلها يعني برامج مواهب وعدها كثير من المتابعين. فهذا البرنامج كان كلش جماهيري بباكستان، يعني الكل راح يحضروه. فبالفعل راحت واشتركت به، ومثل ما حكيت لكم بعد ذلك شلون صارت لها شهرة وصارت حساباتها بيها آلاف ومئات آلاف المتابعين. قنديل كانت تعرف كلش زين وبذكاء شلون تستخدم السوشيال ميديا، وشلون كل فترة تسوي ضجة وتسوي جدل على نفسها، لحد ما صارت بالحقيقة أشهر شخصية سوشيال ميديا باكستان كلها. طبعا بدأ وياها الموضوع انها تنشر فيديوهات او صور نوعا ما جريئة، جلسات تصوير بملابس مفتوحة ومكشوفة وبوضعيات وحركات ايضا مثيرة. هذا الشيء طبعا بمجتمع تحكم العادات والتقاليد ومنغلق جدا، يعني هذا الشيء كلش غريب بالنسبة لهم، فطبيعي اي واحدة راح تسوي هيجي راح تحصل كثير من المتابعين وراح تصير ترند. فطبعا صار عليها هجمة كلش قوية من التنمر ومن الكلام يعني ومن السخرية، لكن هاي الامور كلها كانت
دا تزيد من شهرتها. ايضا كانت تنشر فيديوهات غريبه تقول بها كلمات مثلا غريبه، مثلا عندها كلمه كانت مشهوره انها تقول هواي لوك، يعني شلون طالع شكلي. فبذاك الوقت كانوا يسوون عليها، كان اكو تطبيق قبل التيك توك اسمه داب سماش، ما اعرف اذا تتذكروه، لكن يعني انه شلون يعني هي ليبسينج يسوي مثل التيك توك بالضبط. فكانوا يسوون هوايه مقاطع على الصوت مالتها، فهذا الشيء ايضا زاد كلش من شهرتها. فيعني فترة قصيرة قنديل صارت من أشهر مشاهير باكستان، بمجتمع يصنف على أنه هو من أكثر المجتمعات اضطهاداً للمرأة وما عدا حقوق بيها. تظهر وحدة بجلسات تصوير جريئة وتحكي حكي جريء مرات وملابس مكشوفة ودلع وهاي الأمور، يعني منو ممكن أنه ما يحكي بيها ومنو ممكن أنه ما يكون يعرفها، لدرجة أنهم لقبوها كيم كارداشيان باكستان. بسنة 2014 ورا سنة واحدة من كل هاي الشهرة والضجة اللي سوتها، بدت قنديل تختار طريق يعني مدروس أكثر. مثلا بدت تشارك بأعمال تلفزيونية، بدت تظهر ببرامج مهمة كلش، يعني كانت بأغلب هاي البرامج تدافع عن نفسها وتشرح شلون قدرت تجيب هالقد متابعين وتنطي وجهات نظر انه هي ليش تنشر هيك نوع من الصور يعني الجريئة نوعا ما. مشت الأمور كلها تمام ويا قنديل بسنة أيضا 2015، كانت كل ما يعني يبرد حسابها ويقل الحكي عنها، لو تسوي جلسة تصوير جديدة، لو تسوي فتح حدث معين جديد يصير ترند فيرجعون كل الناس يحكون عنها. طبعا هذا الشيء كان فايدها ماديا كونها بدت تسوي كثير من الأعمال وتأخذ فلوس على هاي الأعمال اللي تشارك بيها، فكانت حالتها المادية دا تكون أفضل، وأيضا كانت دا تصرف على إخوانها وأخواتها وأهلها اللي موجودين بالقرية. وطبعا اهلها كانوا مانعين ابدا اللي هي تسويه ولا يتدخلون بما فيهم اخوانها، كون انه كانت تعطيهم فلوس وبنفس الوقت الناس ما تعرف انه هذول اهلها القنديل الا الناس المقربين كلش منهم واللي يعني مو مهم رايهم. بس شويه شويه قنديل بدا يزيد الحكي عليها وبدت تزيد السمعه عليها. هي ايضا كانت تسوي مرات شغلات كلش مثيره للجدل، يعني مره طلعت وقالت انه هي راح تسوي رقصه تعري يعني وتهديها للاعب الكريكت مال منتخب باكستان في حال انه فاز على لاعب الهند، وطبعا هو ما فاز وما سوت هذا الشيء، لكن كان هذا التصريح كافي انه يخلي موجه كبيره من الانتقادات عليها. وسنه 2016 التقت برجل دين معروف كلش بباكستان اسمه المفتي عبد القوي، واخذت وياه صور، وكان يعني كانت لابسه قبعه موقع هو عليها باسمه، وصورت وياه فيديوهات وهي يعني بملابسها العاديه. فطبعا هذا الشيء اثار ضجه كلش كبيره، انقلبت باكستان بذاك الوقت. هذا الكلام كان سنه 2016، صار السخريه وغضب على الموضوع لدرجه انه رجل الدين هذا يعني تم تعليقه من المنصب مالته، يعني خلص يعني وخروه من هذا المنصب الديني مالته. فطبعا بدل ما يتركها بحالها، ورغم انه هو صور وياها هاي الصور يعني برضاته، الا انها طلعت بمؤتمر صحفي علنت للناس انه رجل الدين هذا يهددها بالقتل هو وجماعته، وطالبت الحكومة الباكستانية انه يوفروا لها حماية وانه هي مدى تتحمل كل اللي يصير وياها من ضغوط وتهديدات. بنفس الوقت من سنة 2016 تم نشر صورة جواز وهوية قنديل الحقيقية واللي كان بيها اسمها الحقيقي وأيضا اسم أبوها واسم عائلتها وكل التفاصيل عن منشأها ويعني مسقط رأسها. هذا الشيء كان يمثل فضيحة بنص مجتمع منغلق وتسود العادات والتقاليد. فطبعا إخوانها وأبوها صارت لهم مشاكل كلش كبيرة، وبدأوا هنا إخوانها يضغطون عليها إنها تبطل كل شيء وتترك السوشيال ميديا. وطبعا إخوانها وبعد ما كانوا كل ذيك السنين عايشين على قفاها حرفيا، بدأوا هنا يطالبوها إنه لا يعني خلاص وقعدي وكافي ودا تجيبين العار من هذا الحكي، لكنها كانت كل ما تنطيهم فلوس خلاص يسكتون. ويقال إنه عندها أخ بالسعودية كان يعني ما يعرف أي شيء عن اللي هي تسويه، وبعدين يعني درى إنه هي معروفة وكل شيء، لكن أيضا ما كان راضي على اللي هي دا تسويه. قنديل كان عندها أخ عايش في باكستان موجود يم أهلها اسمه وسيم. وسيم هذا كان يعني أيضا كل فترة يخابرها يهددها وكافي وخلاص، ويعني كان يهددها أنها يريدها تترك هذا الموضوع وتترك السوشيال ميديا، وبنفس الوقت كانت عادي يعني تصرف عليها ويأخذ فلوس وكل شيء. فيعني كانت عائلتها كلش متناقضة، من باب إنه هي وهم عادي يجي بالفلوس هاي، ومن باب ثانية لا أنت عار علينا ولا تنشرين اسمنا ولا تقولين لأحد إنه إحنا أهلك وتركي هالموضوع. كان أكو هذا التناقض.
المهم سنة 2016 هنا كان صار القنديل 3 سنوات وهي مشهورة و3 سنوات وهي بالسوشيال ميديا، فبدت تعدل من ميولها القديم، يعني ما بدت تنشر كلش صور جريئة مثل قبل أو صور حيل مثيرة للجدل، لا بدت تهتم أكثر بقضايا المرأة وتحرر المرأة وأنه يعني المرأة يصير لها حقوق باكستان. فكان بالنسبة لها كلام أخوها وسيم، يعني منو أنت؟ يعني أنت عايش على قفاية كل ذيك السنين، هسه راح تصير رجال وتقول لي تركي وقعدي وما أدري شنو؟ فكان هي ببالها هسه قضية أهم، يعني قضية حقوق الإنسان والمرأة وهاي الأمور، وكانت تطلع بكل البرامج تحكي بهذا الموضوع. لكن بنفس الوقت ظلت تثير الجدل ببعض الشغلات. مثلا بهاي السنة نفسها رئيس الوزراء مالتهم قال إنه لا تحتفلون بالفالنتاين، يعني ممنوع الاحتفال بالفالنتاين. هي حتى تعاند، سوت جلسة تصوير بملابس حمراء وبملابس مال فالنتاين، يعني شلون رسالة من عنده انه لا يعني مو بكيفك، هاي حرية واحنا نقدر نسوي اللي نريده، مو انت راح تتحاسب عنه. فكانت تسوي هيك حركات تخلي لها مؤيد ومعارض. مرور الايام بدت يعني كل الامور تشتد على قنديل، اخوها يهددها من جهه، وايضا رجل الدين هذا يهددها من جهه، وايضا صارت لها فضيحه جديده انه طليقها اللي كانت متزوجته قبل وكان يعنفها طلع بلقاء اخذ عليه فلوس، وطلع بدا يحكي عن علاقته بيها وزواجهم وعن تفاصيل حميميه تخصها. كان موضوع جدا فاضح بالنسبه لها ويعني كلش يعني مهين. هنا صارت الامور كلش صعبه على قنديل وزادت الضغوطات عليها. فبعد عيد الفطر اخذت امها وابوها وطلعت، يعني سافرت وياهم برا البلد حتى يسوون شلون اجازه تصفي ذهنها يعني بيها، وايضا كانت ما حاسه بامان وهي ببلدها. بعد فتره رجعت من جديد لباكستان، لكنها غيرت مكان اقامتها من مدينه بنجاب لمدينه كراتشي، ظلت هناك وكان ما حد يعرف يعني ابدا وين مكان سكنها، حتى اهلها كانت تخابرهم وتتواصل وياهم بس ما كانت قالت لهم هي وين عايشه بسبب تهديدات اخوها وسيم لها. قبل تقريبا شهرين من الجريمة اللي صارت وياها اتصلت قنديل على برنامج، كان برنامج لايف، وقالت للمذيع انها تحس على خطر على حياتها وانها مرعوبة وانه اكو اكثر من شخص يهددها بالقتل. وبالحقيقة بالفعل بهاي الفترة كان اكو اكثر من جهة يحاولون انهم يتخلصون من قنديل. بيوم من الايام قنديل وصلها اتصالات عديدة من اخوها وسيم، وكانت هاي مو عادته، يعني كان صار لها فترة طويلة ما متصل عليها بعد ما فقد الامل انه يوصل لها. قلت لكم قبل كان يهددها بالقتل، لكن فقد الامل انه يوصلها او يندلها وهي صارت بغير مدينة فخلص تركها. طبعا ما ردت على اتصالاته، لكن بعد ذلك بدا يدزلها رسائل انه ردي وانتهى الموضوع واني اخوك واسف، وكان دا يعتذر هوايه بهاي الرسائل. فبالفعل قررت انها تتصل عليه وتشوف ايش بيه. هنا انصدمت انه وسيم اخوها قال لها انه اني اخوك واني حالتي الماديه مو زينه وانت الله وفقك وامورك تمام، فخليني اشتغل وياك، اني محتاج شغل، خليني على الاقل اكون ظهر لك بشغلك واكون البودي جارد مالتك واكون يعني مرافقك وين ما تريدين وين ما تحبين اكون وياك، اكون على الاقل اني اخوك وتعرفيني احسن من الغريب. فهنا فكرت شويه وشكت بكلامه، قالت له انت قبل شهر كنت مخابرني تهددني وتركي وما ادري شنو، شلون هسه يعني دا تريد انه تشتغل وياي؟ فقال لا اللي راح راح وانت خلاص انطلقتي وصرتي نجمه. ومن هذا الحكي يعني بدا يقنعها، فبالفعل قنديل اقتنعت وبدا بالفعل وسيم يشتغل وياها، بدا يشتغل وياها مثل بودي جارد، يعني رافقها وين ما تروح ويدخل وياها لبيتها ووثقت بيه كلش، يعني بالنهايه هو اخوها ايش ما يصير. يوم 15/7/2016 كانت جايه قنديل زياره لبيت اهلها، كانوا بالبيت اخواتها، طبعا عندها كثير اخوان واخوات متزوجين وعايشين بغير اماكن، فكانوا اللي بالبيت فقط ابوها وامها واخوها وسيم. ابوها وامها كانوا نايمين، قعدوا من النوم، او تحديدا قعد ابوها من النوم الساعه 11:30 بالليل، فراح حتى يشوف قنديل وين، كونها كانت يعني موجوده بالبيت لكنه ما يعرف نامت طلعت شنو اللي صار. فلما راح لقاها بالغرفه مال ضيوف وكانت نايمة على الكنبة على القنفة، فراح عليها وحتى يقعدها لأنها ما كانت تستجيب له، صاحب أكثر من مرة ما استجابت له، فراح حتى يقعدها. لكن لما قلبها انصدم بوجهها، كان وجهها أزرق كلش ومبين إنها ميتة.
طبعا اتصل بسرعة وهو مذعور على الشرطة، وقال لهم انه بنته اطلق عليها الرصاص رغم انه كان نايم يعني وما سمع صوت رصاص، وهذا الشيء كان غريب كلش. المهم وصلوا الشرطة يعني بالفعل ودخلوا للبيت، وما توقعوا انه بهيك بيت قروي وبسيط كلش يلقون انه بنت هذا الرجال هي قنديل بلوش، اشهر شخصية بباكستان. لكن يعني اول ما شالوا الجثه اكتشفوا انه بالحقيقه ما كان اكو اي اثر اطلاق ناري على جسمها، ما كان اكو اي اطلاق ناري. وبعد ما تم فحصها وتشريح جثتها اكتشفوا انه سبب الوفاه الحقيقي كان الخنق، اكو احد خنقها. وايضا اكتشفوا وجود كميه من المخدر بدمها، يعني انه شربت فتشي بماده مخدره فكانت نايمه خلال حاله الخنق اللي صارت لها. فاستغربوا يعني الاب ليش قالهم انه اطلق عليها الرصاص، هل كان مثلا مذعور ما يعرف ايش يحكي؟ ما كانوا يعرفون. المهم هنا طبعا كان واضح انها جريمه قتل، وجريمه قتل واضحه كلش، لكن الغريب انها ببيت عائلتها واهلها كلهم كانوا نايمين، وسيم وامها وابوها كلهم كانوا موجودين بالبيت، يعني من كان ممكن يقدر يدخل وهيك يسوي؟ طبعا بهاي الجريمه كان اكو كثير من المشتبه بهم بهاي القضيه، طبعا كثير نسبيا كون انه يعني حياه قنديل كانت دراميه وبها كثير من الاعداء، اولهم رجل الدين اللي كان يهددها وطلعت قبل بمؤتمر صحفي وقالت انها هددها بالقتل، ثانيا طليقها اللي كان عندها كثير من المشاكل وياه وطلع فضحها بلقاء من فتره قصيره، وايضا كان لها كثير من الناس المعارضين. بس من ظهر تحليل البصمات اللي موجودة على رقبتها وعلى وجهها يعني آثار الخنق هاي، اكتشفوا انه الآثار هاي تابعة الوسيم، اي وسيم اخوها. كشفت الشرطة انه اخوها وسيم من فترة طويلة كان مخطط هو واخ ثاني الها اسمه اسلم حتى يقتلوها ويبوقون فلوسها اخوانها. اي ببساطه الخطه وضعوها من اشهر بعد ما فقدوا الامل انهم يوصلون بالفعل لشقتها ويعني يسرقون فلوسها من الشقه، كونها انه كانت يعني خلاص مشهوره وعايشه بمدينه ثانيه. قرروا هنا واتفقوا انه يتقرب لها اخوها وسيم بطريقه ثانيه، انه يبكي لها شويه وساعديني وخل اشتغل وياك، وبعد ما يكسب ثقتها يعني يغدر بها بسرعه ويقتلها بدافع انه يسرق فلوسها. بليله الجريمه اكتشفوا انه اتصل بيها وهو بالبيت وقال لها انه ابوش دا يموت، فبسرعه اجتي للبيت يعني حتى تشوف ابوها. رجعت للقريه ورجعت للبيت، لكن اول ما رجعت فاجئها ان انطاها شيء تشربه حتى تهدأ وهيك شيء. بعد ما شربت العصير هذا راسا اغمى عليها ونامت، وخلال ما هي نايمه واهلها نايمين بغرفهم خنقها لحد ما ماتت. طبعا سوى هذا الشيء بعد ما اتصل باللي خطط لكل هاي الجريمه واللي هو اخوه الثاني اسلم، اتصل بيه وقال له شنو يسوي، وكانوا متفقين على الموضوع كله. وبعدها راح لغرفته وسوى نفسه نايم. طبعا بعد ما ظهرت هاي الأدلة الجديدة بدأت الشرطة تدور بكل مكان على وسيم ويحاولون انهم يوصلوا له، لكنه كان يعني فص ملح وذاب ما يعرفون وين راح. دوروا عليه بكل مكان لحد ما لقوه مختبئ بوحدة من يعني البيوت القديمة بهاي القرية نفسها. تم إلقاء القبض عليه، وقبل ما يحكون ويا أي شيء اعترف بكل جريمته. قالوا له ليش هيك سويت؟ قال لهم ببساطة لأنه هي قنديل بلوش اللي جابت السمعة السيئة ويعني دمرت شرف العائلة. ومن هذا الحكي كان واضح أنه يريد يحول الموضوع من جريمة بدافع السرقة إلى جريمة شرف، أنه هو هيك سوى على مود شرف العائلة حتى يأخذ حكم مخفف، كون أنه باكستان وبكثير من الدول العربية أيضا أنه جرائم الشرف موجودة، أن واحد إذا يعني يقتل وحدة ويقول خلاص بدافع شرف سويتها يصدقوه ويطلع حكم مخفف، وكثير من الدول لغت هذا الحكم يعني وانتهى، لكن أكو بعض الدول بعدها تمشي بهذا الموضوع. فوش عنده يريد يحصل هذا الشيء، لكن الشرطة كلها كانت متأكدة أنه هو كذاب وأنه كان الدافع الرئيسي مالته هو السرقة، لكن قال لهم أنه أخويا ما له علاقة بالموضوع، وما دام معترف عليه الأخ طلع من الموضوع. الأب نفسه هو اعترف على أبنائه، اعترف على أسلم واعترف على وسيم أنه هم المسؤولين على قتل بنته بدافع السرقة، لأنه قال أنه سمعهم أكثر من مرة يخططون شلون يبوقون وينهبون فلوسها أو يضحكون عليها ويسرقوها،
فموضوع جريمة الشرف هذا هيجي. أما الدليل الجاي اللي ظهر بالجريمة هو أغرب شيء أيضا، اكتشفوا الشرطة أنه رجل الدين، تتذكروا اللي حكينا عنه بالبداية اللي صورت وياه واللي كان دا يهددها، اكتشفوا أنه إلى صلة بالجريمة، واكتشفوا أنه هو اللي حرض أخوانها عليها مقابل فلوس، انطاهم فلوس وقال لهم سووا هاي الجريمة وقولوا أنه هي جريمة شرف، بالنهاية ما راح تنسجون هواية، تأخذوا لكم كم سنة وأنا أكون حققت الأريدة وحطيت الفلوس بجيبكم. لكن لسوء الحظ وسيم رفض أنه يعترف عليه وقال أنه هو ما له علاقة وماكو إلى أي شيء، فطلع من عندها بكل سهولة. المهم نهاية 2019 تم الحكم أخيرا بالمؤبد على وسيم بتهمة القتل مع سبق الإصرار، يعني جريمة من الدرجة الأولى، وأيضا السرقة بعد ما قتل أخته قنديل بلوش. لكن الصادم أنه سنة 2022 كل الأخبار صدمت الكل بخبر كلش صادم وكلش مزعج، أنه بعد 3 سنوات فقط قضاهم بالسجن وسيم صار حر طليق وطلع من السجن، بعد ما قالت الأم نفسها، أمهم وأم قنديل الضحية، راحت وقدمت طلب للمحكمة أنه يعفون على ابنها وأنه هي عفت عنه وما تريد تتهمه بأي جريمة وأنها مسامحته وما تريد ينسجن أكثر. وبالفعل طلع وصار حر طليق وكمل حياته كلش طبيعية وضاع حق قنديل، وهذا أكثر شيء محزن بهاي القضية. وطبعا يعني أخذ بس 3 سنوات وهي هاي أعتقد عقوبة جريمة الشرف بباكستان. طبعا خلص هذا الفيديو، قصة كلش حزينة ومزعجة، ومثل ما قلت لكم يعني أنا هاي القصص بالعادة ما أحب أحكي بيها لأنه أعرف شو نوعية التعليقات اللي راح تجي، وراح تصير تعليقات سخيفة وما لها معنى وكلها أحكام، رغم أنه هي ماتت وهي اللي سوتها كان قراراتها وهي حرة. والشيء المزعج أكثر من تلقون أحد يشجع على القتل، رغم ماكو شيء أسوأ من أنه واحد يقتل، يعني هي ما راح تكون سوت، هي ما قتلت فهو أسوأ منها، هو مجرم. لكن كلش ظلت عالقة ببالي هاي القضية، ولما سمعتها أنا سامعها من 3 سنوات لكن ظلت ببالي يعني لحد اليوم هذا، فحبيت أنه أنقلها لكم. أتمنى أنه تقولي شنو رأيكم بيها، تحسون أنه شنو كان غلط قنديل، هل وثقت زايد، هل كان مفروض تأخذ حذر أكثر، هل كان مفروض ما تزيدها لهالدرجة بمجتمع هل قد منغلق وتخلي فكرها يعني براسها أكثر، كتبولي بالتعليقات، بتحمس كلش أقرأ تعليقاتكم. أكيد لايك للناس اللي مسوي لايك واشتراك للناس اللي مشتركين، وانتظروني في فيديو جديد وقضية جديدة، وتصبحون على ألف خير.